استاذ سيد من دمياط يتفضل. الو، السلام عليكم استاذ سيد، اتفضل. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، بس عندي سؤال. اتفضل. انا بس حلفت على مراتي، قلت لها تحرم عليا لو جبت الحاجه دي، فانا الحاجه دي انا هجيبها. طيب انت معايا؟ انت هو طبعا انا هجاوبك على السؤال ده بس، لكن مش هجاوبك على مسائل الطلاق كلها، لان مسائل الطلاق كلها لازم اسمع منك كل الفاظ الطلاق. لا، انا ما حلفتش بالطلاق، انا قلت لك تحرم عليا. ما تحرم عليا يعني ايه؟ انت قصدك تحرم عليا يعني ايه؟ عارف، انا قلت لها كده يعني، قلت لها تحرم عليا. طيب بالله عليك، انا هجاوبك بالله عليك بقى، بالله عليك، تعرف بحلفك بالله، ممكن تبطل الكلام ده خالص؟ الكلام ده اهو، شوف اهو الكلام ده لو بيلخبط الدنيا اهو. ماشي، فما تقولش الكلام ده خالص. لو هتعمل الحاجه دي يبقى خلاص تطعم 10 مساكين. خلاص يا سيدي، يبقى تطعم 10 مساكين وما حصلش اي حاجه، وتتوب الى الله سبحانه وتعالى، لان رسول الله اذا اقسم على شيء ووجد الخير في غيره كفر عن يمينه ثم فعل الخير. فخلاص اعمل الخير ودوت هيكون كأنه ماذا؟ كأنه يمين. نعم.